السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل الأفوكاتو اللي أنا متأكد اللي أنتوا بتنتظروه علشان تستفيدوا من المعلومة القانونية اللي أساسها معلومة شرعية علشان النفوس تستريح لما بتكون عندها مشكله بتشوف الشريعه قالت ايه والقانون قال ايه بيبقى في نوع من انواع الاطمئنان. لو تفتكروا احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الوصيه. واتكلمنا عن الوصيه احكام الوصيه معنى الوصيه الاحكام الفقهيه للوصية يعني متى تكون الوصية تاخد الحكم الشرعي الوجوب إذا كان في دين إحنا بنعمل ريفيجن بنراجع إذا كان في دين متعلق يبقى لازم الواحد يحط إيه يضع الوصية بتاعته إمتى الوصية تبقى حرام إذا كانت بمعصية أو لدور البغي وغير ذلك إمتى الوصية تكون مستحبة إذا كان الورثة فيهم ناس مستريحه ماديا والكلام ده كله وانا هوصي الفقراء والمحتاجين والمساكين، انت الوصيه تكون مكروهه اذا كان الورثه محتاجين وانا بوصي وعندي ورثه محتاجين، انت الوصيه تكون مباحه اذا كانت الورثه مش محتاجين اموال وانا بوصي في حدود ثلث المال. اتفقنا مع بعض ان الاصل العام ان الوصيه لا تجاوز ثلث المال يعني تلك. اتفقنا على كده لكن تعالوا نشوف النهارده حاجه جديده وغريبه انا بقول لكم غريبه ليه بقى؟ لأن القانون فيها كان ليه رأي مختلف عن رأي جمهور الفقهاء ومش عاوز اقول لكم الموضوع ده يمكن عمل مشكله شويه ورفعت قضايا منها قضيه بعدم دستوريه نص الماده سبعة 37 من قانون الوصيه <applause> رقم واحد 71 لسنه ستة واربعين وهحكي لكم بقى المحكمة الدستورية قالت ايه النهاردة عاوزين نتكلم عن الوصية للوارث بس قبل ما يعني ندخل المدخل ده مدخل الوصية للوارث تعالوا نشوف ايه هي اركان الوصية لان هي اركان الوصية هيدخلنا للوصية للوارث لما نيجي نشوف اركان الوصية هنلاقي ان الوصية ليها اركان الموصي الشخص اللي بيوصي الموصى له الشيء اللي بيوصى به وده أمر منطقي لوجيك اللي يكون فيه موصي وموصى له والشيء اللي هيوصى به الموصي اللي هو الشخص صاحب الوصية اللي هو له الحق في إنشاء الوصية فلازم تتوافر فيه الشروط اللي بتتوافر فيه في العقد في أطراف العقد يعني ما ينفعش آخد وصية من واحد سفيه. وإحنا اتكلمنا من سنتين تلاتة في أحكام السفه والغفلة وغير ذلك. ما ينفعش أخذ وصية من واحد معتوه. ما ينفعش واحد يوصي وهو قاصر غير أهل للتبرع. فلازم الموصي ده يكون بالغ ويكون عاقل ويكون أهل للتبرع وبالتالي يبقى الركن ده ركن سليم. لو انتفى شيء من هذه الأشياء يبقى هنا في بطلان في ركن الموصي الشخص الموصى له الشخص الموصى له العلماء اشترطوا ألا يكون وارث ليه؟ لأن هناك حديث في صحيح البخاري إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث تمام وهو ده موضوع الحلقة الوصية للوارث الشيء الموصى به وده الركن الثالث من اركان الوصية هو المال، الأرض، البيت اللي أنا بوصي بيه هناخد بعد كده في الحلقات القادمة إن شاء الله ازاي نعمل وصية وازاي نكتبها وازاي نسجلها وازاي نطلعها بعد ما تتسجل وازاي ننفذها قصة بتبطل الوصيه بايه احنا بنتكلم بقى في الاحكام بتبطل بايه الوصيه اول حاجه اذا فقدت شرط من شروطها شرط من الشروط يعني كان الموصي كان غير اهل للتبرع ما اقدرش اقول دي وصيه صحيحه الموصي كان قاصر او الموصي كان مجنون او معتوه لا في ركن هنا انتفى من اركان الوصيه فبتبطل برضو وفاة الموصى له قبل الموصي يعني أنا وصيت لفلان بالشقة الكائنة في كذا وبعد كده الشخص اللي أنا وصيت له ده توفي إلى رحمة الله قبلي يبقى كده بوصل مين بقى هوصل ورثته لا هو الموصى له هنا محل اعتبار واخد بال حضرتك الرجوع في الوصية أنا كنت بوصي الواحد كنت أظن ان هو راجل على خير وكنت موصله ببعض الاشياء هيعملها بعد ما ماتي يجي لي منها حسنات فاتضح ان الراجل ده متهم في قضايا اختلاس ونصب وسرقه فقول له يا يعني عم روح راجع راجع في الوصيه لو انا اوضعتها في شرع قرى هسحبها واقطعها ما بقاش وصيه لو انا بدي عند حد اقول له هات يا عم لو هي سجلت هعمل بطلان للتسجيل او رجوع المهم اللي انا هرجع في الوصية وبكده بتبطل برضو الوصية وتبطل كذلك الوصية اذا كان الدين المستغرق للتركة اكبر من الوصية يعني واحد عليه ديون وهو اصلا وصى بشقة قيمتها مثلا ميتين الف جنيه وعليه دين مليون جنيه يبقى انا هسيب الدين ودي بصحة صاحب الوصيه لا طبعا مش امر منطقي. طيب تعالوا نخش بقى في الموضوع بتاعنا الجميل الشيق بس بعد ما نشوف ام محمود. اهلا يا ام محمود اتفضلي. انا مع حضرتك. طيب يبدو ان الاتصال بالحاجه ام محمود طب انا مع حضرتك يا حاجه ام محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت في واحد خدت مني مبلغ من الفلوس واحدة خدت فلوس اه خدت مني فتحة كانت مكتب على اساس تعمل لي رخصة وكانت هتبني لي تعمل لك رخصة ايه حضرتك مباني؟ صوت ما فيش يعني يا حاجة أم محمود هتعمل لحضرتك رخصة مباني أيوة. ولا؟ تمام بعدك عليها خلص ومش واخده حق ولا باطل مش عارفه ايه عملت سئنا الس... في كل حاجه واخر حكم خالص ما ما عرفتش اتلم عليها يعني حضرتك ل... حضرتك رفعت عليها قضيه نصب نعم حضرتك رفعت عليها قضيه نصب اللي هي خدت منك فلوس وما عملتيش آه تمام واخده دلوقتي حكم نهائي وبعد كده بروح تنفيذ الاحكام يقولوا هي في محافظة إيه حضرتك؟ في محافظة إيه؟ خلت مني 100,000 وعطتني وصل أمانة. يا حاجة أم محمود ما أنت خلاص حاجة. أنت أنت حضرتك خدت حكم نهائي. أسيوط أه؟ هتروحي مديرية أمن أسيوط. خلاص؟ وتاخدي صورة رسمية من الحكم وتسلميها في مديرية أمن أسيوط. وربنا إن شاء الله يوفقك وهيقبضوا عليها. طب افرض ما قبضوش عليها. أنا فهمت حضرتك وفهمت المشاكل اللي حضرتك عاوزه تقوليها. المهم حضرتك تتأكدي أن هذا الحكم موجود على الكمبيوتر بتاع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ولو مش موجود على الكمبيوتر قدمي طلب للمباحث هناك مباحث المديرية قولوا لو سمحتوا من فضلكم سجلوا الحكم ده على الكمبيوتر. لو الحكم اتسجل يا ست ام محمود على الكمبيوتر الست دي ان كان عاجلا او اجلا هيقبض عليها لان خدي بالك الحكم الاستئنافي لا يسقط الا بعد خمس سنوات خمس سنوات يسقط الحكم الاستئنافي خمس سنين خمس سنوات اه ف... فانت حضرتك سجل الحكم على الكمبيوتر خمس سنوات سمعتني يا حاجه ام محمود يعني انت الحكم بعد خمس سنوات هيسقط واضح ان انت لسه واخده الحكم ايه مش معداش خمس سنين اهم حاجه تتاكدي للحكم على الكمبيوتر بحيث لو هي ماشيه في لجنه ماشيه في كمين بيفتشوا العربيات ياما ناس تنفذ عليها احكام بالطريقه دي مش هتلحق تجري ولا تعمل هاتي بطاقتك هات هات بطاقتك هيخش على الكمبيوتر خدي بالك مش هتعرف تعمل رخصة لو راحت تعمل رخصة العربية هيدخلوا على الكمبيوتر البطاقة بتاعتها لو راحت تعمل فيش هيدخلوا على الكمبيوتر فبقى لا لا هتستخبى المهم اطمني ان شاء الله نعيشنا وكان لنا عمر طالما طالما حضرتك تم قيد الحكم على الكمبيوتر بتاع الاداره العامه لتنفيذ الاحكام ان شاء الله هيتقبض عليها الموضوع بتاعنا موضوع الوصية للوارث والله موضوع جميل بس اللي مزعلني وبأمانة أنا زعلان وهتعرفوا زعلان ليه بعد ثانية إن المسألة وإن كانت مسألة خلافية إلا أنا وصي الواحد هيورثني يعني أنا ينفع وصي الابن وهو كده كده بعد وفاتي هيورثني جمهور العلماء جمهور العلماء قال لا وصية لوارث واستند الى هذا الحديث اللي احنا قلناه والحديث في الصحيح وفي اصح كتاب لا وصية لوارث الا ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ده قول الجمهور ولكن المسألة فيها تفصيل يجب علينا ان نتطرق اليه عشان أنا بحب المشاهد يبقى فاهم. فاهم الدنيا راحت فين وجت منين، ويا ريت اللي معاه ورقة وقلم يكتب. معلومات جميلة ومبسطة وفقهية. المادة سبعة 37 بتنص على أنه تصح الوصية للوارث، خد بالك. أنت عندك المادة سبعة 37 من قانون الوصية 71 لسنة ستة 46، المادة دي بتنص صراحة تصح الوصية بالثلث للوارث ولغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح يبقى, يبقى تنفذ بدون إجازة الورثة للوارث ولغيره هنا في مشكلة اللي هو هنا تعرض مع لا وصية لوارث وبقية المادة وتصح بما زاد بما زاد عن الثلث ولا تنفذ في الزياده الا اذا جازها الورثه، يعني لو واحد وصل واحد وارث بالنص والورثه لم يجيزوا هذا التصرف لا تنفذ الا في حدود الثلث. عشان ما تلغبطوش يبقى الاصل هنا اللي الوصيه للوارث تصح وفقا لنص الماده ايه؟ 37 من القانون 71 لسنه 46. طيب يا جماعه. طب القانون المدني بيقول ايه في الحته دي؟ القانون المدني قال حاجه غريبه. نص المادة 915 من القانون المدني التسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها وفي حاجة اسمها International Private Law لو واحد يعني قانون الدولي الخاص واحد وصى لواحد لو في السودان هنمشي قانون الوصية السوداني ولا المصري واحد وصل لواحد لو في السعودية هنمشي قانون الوصيه طب نشوف الاتصال ونكمل نص الماده 915 اهلا يا استاذ احمد اتفضل يا استاذ احمد انا بسمع حضرتك يا استاذ احمد الو اتفضل يا استاذ احمد انا سامعك اه حضرتك سامعني اه سامعك كويس جدا صوتك منور مش سامع حضرتك صوت خالص لا انا سامعك كويس او اتفضل أنا كده عشان وقت حضرتك انا كان لي في قضيه في المحكمه هو ايصال امانه هنا مش يمضيتي خالص تمام مع مع جهه انا كنت بتعامل معاها وفوجئت طبعا ان الجهه دي رفضت عليا قضيه وانا خدت حكم غيابي طبعا عملت معارضه في الحكم وفي الحكم في اول درجه اول درجه عينت يعني عليا الحكم طبعا عملت استئناف في الجنائي الجنائي ده براءه تمام تمام طب لما انا خدت براءه فوجئت بعد مده ان هم رفعوا القضيه في المحكمه المدنيه المطالبه تمام تمام يا فندم هو مبلغ مالي يعني فانا فوجئت طبعا هم كانوا قضيتين في قضيه فيهم فيه فيه راحت لدايره القاضي بتاع الدايره ودها الخبير لان انا طعنت بالتزوير وقلت يا جماعه دي مش امضيتي تمام تمام واحد فيهم القاضي بتاع الدايره الاولى ودى القضيه دفعت أه انا مبلغ امانه خبير او حولت الخبير انا لسه ما رحتش للكتاب بتاعها والقضيه الثانيه تمام حكم عليا بتنفيذ بسداد المبلغ رغم ان انا كنت طاعن بالتزوير تمام تمام طيب يا فندم فانا عايز اعرف من حضرتك هو ينفع القاضي يحكم عليا بنفس حكم اول درجه رغم ان انا ضعف بالتزوير وما يحولهاش خليل وهل ده قانوني ولا مش قانوني ولو هو حتى الحكم بتاع الاستئناف ظهر او او الحكم اتكلم فيه القاضي اتكلم فيه انا ليا ثغره مع العلم ان عدى اكثر من اربع شهور على الحكم يعني فتره النقض اللي هي شهرين عدت طيب انت واحده واحده بقى الحكم الجنائي اداك براءة تأسيسا على ايه؟ الحكم الجنائي نعم أعطاك براءة تأسيسا على ايه؟ والله هو القاضي اتكلم في اتفاق ركن طيب اقف بقى هنا ليه ما طعنتش بالتزوير أمام القاضي الجنائي؟ نعم ممكن تركز معايا شوية؟ حضرتك ليه ما طعنتش بالتزوير امام القاضي الجنائي؟ والله انا يعني اتكلمت مع المحامي بتاعي فيها قلت له انت كنت طعنت بالتزوير في قاضي الجنائي كنت خلصتنا من القصه دي خالص تمام؟ هي دي الثغره الثغره اللي عند حضرتك هي دي اللي انت خليتك بعد كده بقى في احتمالات الراجل اشتغل القضيه بانتفاء ركن التسليم تمام وانتفاء ركن التسليم المحكمة تشككت في اللي أنت استلمت المبلغ ده وإديتك إيه؟ براءة إديتك براءة، أنت بقى استلمت المبلغ ده ولا ما استلمتوش؟ استلمت نصه ولا ربعه؟ تشكك كمان. القاضي الجنائي لا يقيد القاضي المدني عندما يبحث الموضوع تمام فحضرتك فوتت على نفس حضرتك فرصة الطعن بالتزوير أمام مين؟ القاضي الجنائي ولكن لا نبكي على اللبن المسكوب وتعالى نشوف لا. حل تعالى نشوف لا. حل حضرتك دلوقتي القضية التانية للقضية ادك الزام بسداد المبلغ عملت فيها استئناف ولا لا اللي هي في... اللي هي في التانية اللي عمل لك ما, ما انت قلت واحدة المحكمة استجابت وحالتها للطب الشرعي وطعنت بالتزوير يا فندم اللي انا ورا اتحدد لي انا دفعت امانه خليكم 500 جنيه تمام يا فندم خلاص انا فهمت والله تمام المهم طبعا. اللي القاضي استجاب لكلامك وطوع واستجاب للطعن بالتزوير تمام تمام كلام جميل اي نو ذات انا فهمت خلينا بقى فهم. في القضيه الثانيه الأضيات يا فندم القضيه الثانيه بقى دي اتحكم فيها بالزامك بالمبلغ تمام طبعا واحده واحده بقى مبلغ. عملت فيها استئناف ما هي ده حكم الاستئناف يا مستشار حلو أو استنى بقى هنا القضية دي عملت فيها نقد؟ ما هو أنا فوجئت إن ميعاد النقد عدى لأن النقد أنا عارف إن 60 يوم، المحامي بتاعي ما بلغنيش. يعني حضرتك ما عملتش فيها نقد؟ ما عملتش فيها نقد. أنا سألت محامين قالوا لي دي ده 60 يوم، والحكم كان في شهر 7 اللي فات. يعني حضرتك دلوقتي خدت حكم نهائي بإلزامك بسداد المبلغ. تمام. خلاص أنت دلوقتي بتسأل في إيه بقى؟ أنا بتكلم أنا بتكلم هو فعلاً النقد دي 60 يوم؟ اه طبعا مواعيد الطعن بالنقد 60 يوم من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي تمام فحضرتك دلوقتي لو بس اسال شوف الزميل عمل نقد ولا لا؟ لا هو ما عملش نقد انا سالته انا ما عملتش هو الوحيد المحامي بتاعي اللي بيقول لي النقد مفتوح بس انا عارف ان هو يعني بيضحك عليا نقد هو عارف مفتوح؟, عارف مفتوح؟ هو بيقول لي ملوش 60 يوم يعني ملوش واحده ملوش واحده بس يعني. استنى بس واحده واحده انت كنت حاضر في الاستئناف ولا مش حاضر؟ لا ما حضرتش انا كنت متاخر وموصله عامل له توكيل عام قضايا يا فندم هو حضر يا فندم انا فاهم هو حضر في الاستئناف ولا ما حضرش؟ بيقول لي انا حضرت في الاستئناف آه والقاضي ما من اجراءات الطعن طالما حضر في الاستئناف النقد ما بقاش مفتوح يا استاذ قول له كده قول له الحكم الاستئناف انت حضرت فيه ولو جلسه واحده طبعا. فانت علمت بالقضيه فمن تاريخ صدور الحكم الاستئنافي ليك 60 يوم تطعن فيهم بالنقد كده حضرتك المبلغ ده كام بقى بتاع القضية الثانية دي؟ المبلغ ده حوالي 100 ألف؟ اه ربنا يتولاك يعني طب انا دلوقتي ملزم بالسداد يا فندم؟ نعم انا كده ملزم بالسداد؟ هيجي يحجز عليك بقى لو عندك حاجة يتحجز عليها هيحجز عليك انا ما عنديش يعني هو مثلا ممكن يحجز على بيت والدي؟ لا بيت والدك ملوش علاقة بالموضوع يحجز يعني على أملاكك يحجز على منقولاتك لو عندك سيارة لو عندك لا عربيه لا نص لو لا لو عندك جرار لا واخد بالك هو التنفيذ بتاع الحكم المدني كده يجي يحجز على ما تملكه لكن انا عاوز اقول لك حاجه انت القضيه اللي انت طعنت فيها بالتزوير دي لو جه تقرير الطب الشرعي ان الايصال ده مزور الراجل ده مش هينفذ عليك ال100000 يعني يعني ممكن استخدم ده سلاح ممكن بقى تسمعني عشان الكلام ده كلام مهم اتفضل لو انت حضرتك صدر حكم ان الايصال الاولاني في القضيه الاولانيه ده مزور تمام وانت طعنت فيه بالتزوير ودفعت الامانه تمام لو جاء تقرير الطب الشرعي ان هذا الايصال مزور تمام الراجل ده هيتعمل له قضيه تزوير وهياخد فيها ثلاث سنين سجن اللي هو رافع عليا اه فانت حضرتك هتقول له بقى تنزل عن الحكم النهائي ده وانا ايه ما احبسكش بالتزوير اي خدمه نكمل بقى موضوع الوصية الوارث يا أستاذ أحمد فالمهم موضوع الوصية الوارث ده احفظوا بقى الكلام الحلو ده في أربع أقوال للفقهاء أربع أقوال للفقهاء لكن اللي اللي يخليك أنت يعني مش مبسوط اللي القانون المدني قال لك تطبق على أحكام الوصية ده في نص المادة 915 أحكام الشريعة الإسلامية وبعد كده قال لك اول قوانين الصادره بشانها اللي هي يقصد بها القانون بتاع الوصيه رقم واحد 71 ستة 76 طب نشوف الشريعه الاسلاميه بتقول ايه عندك دستور بنص الماده 2 من الدستور الشريعه الاسلاميه المصدر الاساسي للتشريع وعندك قانون الوصيه استدل بعض فقهاء الشريعه الاسلاميه وعندك القانون المدني قال لك تطبق في شان الوصيه احكام ايه؟ احكام الشريعه الاسلاميه. المساله فيها اربع اقوال للفقهاء. القول الاول هو قبل ما نخش في القول الاول هو ايه الدليل في القران؟ احنا قلناه المره اللي فاتت. ايه الدليل في القران على وجود الوصيه؟ قال لك قول الحق تبارك وتعالى في الايه 180 من سوره البقره كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الآية 180 من سورة البقرة ودي اللي بيستدل بيها كل اللي بيتكلموا في الوصية حتى بيستدل بيها الناس بتوع الوصية الواجبة اللي احنا ان شاء الله ناخدها الحلقة القادمة لكن هي المشكلة في ايه قال لك المشكلة في التفسير وفي التأويل وفي إمكانية النسخ وفي العام والخاص موضوع جميل وكبير أو أربع أقوال القول الأول هو قول الجمهور من الفقهاء أكثر الملكية مذهب الشافعية قول ابن عباس سعيد بن الجبير الحسن ابن عبد البر قالوا بأن آيات المواريث نسخت آية الوصية اللي في سورة البقرة آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم تكلمت فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن إيه ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا نصف لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثا أبواه فالأمي ثلث فإن كان له أخوة فالأمي السدس يعني قال لك الوالدين لن ولم إن شاء الله يحجب من الميراث الأم لها ثلاثة أحوال في الميراث ثلث التركة سدس ثلث التركة بعد نصيب أحد الزوجين الأب ليه ثلاثة أحوال سدس السدس زائد الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا يبقى الآيات دي نزلت إيه؟ بتقول الوالدين ياخدوا إيه في الميراث فنسخت الآية بتاعت الوصية للوالدين والأقربين نشوف الاتصال ونكمل آية المواريث انا يا أم عبد الله تفضلي ابو عبد الله يا فاطمه اهلا يا استاذ عبد الله انا اسف ما خليتك لا. ام عبد الله اتفضل يا <applause> بعد حضرتك انا منفصل عن زوجتي وواخد عليها حكم رؤيه تمام فمش قادر انفذ عليها الحكم ده لان مش عارف العنوان بتاعها فين لانها نقلت المكان اللي كانت مقيمه فيه تمام طب اقدر اوصلها ازاي وايه أو اللي اقدر اعمله عشان اقدر انفذ الحكم ده واشوف ابني تمام صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام اول حاجه حضرتك لما رفعت الدعوة مش اعلنتها بعريضة الدعوة؟ ايوه اعلنتها واستلمت أيوة. ولا ما استلمتش؟ استلمت ايوه طيب ما تعلنها على نفس العنوان من ع... غيرت مكان العنوان حلو هتجيب حضرتك صورة بطاقتها معاك ولا مش معاك؟ لا مش معايا خلاص حاول تجيب صورة بطاقتها او رقم القومي بتاعها وشوف حد في الأحوال المدنية يجيب لك العنوان اللي موجود في الأحوال المدنية. عرفت عرفت ما عرفتش خلاص ما تتعبش نفسك هريحك. طيب هتعمل إعلان بالحكم على الإعلان الأولاني. على العنوان أي. الأولاني. ايوه المحضر هيكتب ايه؟ لم تعلن. لأنها تركت العنوان صح؟ أي. أي. هتروح جايب تصريح بالتحري عن العنوان. وتعلنها أيه. في مواجهة النيابة وتعلنها فين في مواجهة, مواجهة النيابة ميه. خلاص الحكم بتاع الرؤية هتسلمه في الجهة اللي أنت هتشوف فيها الولد أيه. لما هتسلمه في الجهة اللي هتشوف فيها الولد وهو معلن هتروح حضرتك تثبت اللي انت روحته هي ما جاتش. انت روحته هي ما جاتش. انت روحته هي ما جاتش. بعد تالت مرة أو رابع مرة أو خامس مرة لايك زي ما تحب هتروح رافع دعوه اسقاط حضانه ترفع دعوه ايه اسقاط حضانه هتيجي تعلنها بدعوه اسقاط الحضانه في نفس العنوان هيقولك والله دي لم تعلن لأنها تركت المكان هتجيب تحريات النيابه المباحث مباحث ما توصلتش الى مكان هتعلن في مواجهه النيابه والحكم بتاعك هتاخد حكم باسقاط الحضانه هتقولي بقى خدت الولد وراحت كوالا لامبور دي مشكلتك بقى انت حاول تشوف هي فين حاول تشوف رقم تليفون ليها حاول تشوف حد من اهلها اي حد يدلك عليها وتعب شويه وان شاء الله ربنا يوفقك وايه وتوصل للمطلوب تمام وربنا يوفقك ان شاء الله يا استاذ عبد الله وادع ربنا يمكن ربنا ان شاء الله ييسر لك الاسباب اللي توصلك للعنوان القول الاول قول جمهور العلماء بان ايه الوصيه نسخت بايه المواريث تمام وقلنا مين اللي قال الكلام ده قلنا الساده اغلب الساده الملكيه وهو القول عند الامام الشافعي او الشافعيه وهو قول الجمهور ابن عباس سعيد بن الجبير الحسن بن عبد البر كل دول ايه ايه المواريث وكذلك قال الشنقيطي محمد المختار الشنقيطي عامل كتاب اسمه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وهذا تفسير فقهي يعني هو مش ماسك كل آية في المصحف بيفسرها، لأ هو بجايب آيات الأحكام وبيفسر تفسير فقهي للقرآن الكريم. وبيفسر القرآن بالقرآن. الشنقيطي قال نفس الكلام يرى أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية وأن الحديث لا وصية لوارث بيان يؤكد النسخ. خد بالك عشان القول الثاني يقول لك النسخ بالحديث لكن احنا بنقول هنا النسخ بالقرآن. آية المواريث نسخت. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال فلا يعرف في شيء من آيات القرآن أن أن نسخي إلا يوصف بالقرآن. والوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآيات المواريث هكذا قال شيخ الإسلام يبقى القول الأول إن إيه ما توصيش لحد هيورثك ليه؟ قال لك لأن آيات المواريث نسخت آيات الوصية تمام؟ وفي علوم القرآن اللي عاوز يتبحر في المسألة بتاعت النسخ والناسخ والمنسوخ يشوف في علوم القرآن هيلاقي الكلام كتير قوي في المساله دي. القول الثاني هو قول الكوفيون الذين يجيزون نسخ القرآن بالسنه. وطبعا علاقه القرآن بالسنه انتم تعلمون ان السنه تفسر القرآن ان السنه توضح المجمل ان السنه ربما تخصص العام ان السنه ربما تنشئ حكم لم يأتي بالقرآن ويعمل به. مثل ميراث الجدة من أصحاب الفروض التي لا خلاف عليها إن الجدة من أصحاب الفروض والجدة تأخذ السدس والعلماء استدلوا باستحقاق الجدة للسدس بقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال أطعموا الجدة السدس فاعتبر ده نص في المسألة رغم أن الجدة لم يأتي ميراثها في القرآن الكريم معنا اتصال اتفضل السلام عليكم أهلا يا فندم ازيك آه يا ست المستشار أهلا بك يا حاجة أم إبراهيم أنا ناهد إبراهيم أهلا بك يا أستاذة ناهد إبراهيم الله يخليك أنا كنت اتصلت بحضرتك من من سنة فاتت عن موضوع التسويات أهلاً أه أهلا وسهلا انا معايا معهد فني وخدت بكالوريوس تجاره من 2014 تمام ولغايه الان ما سوتش سويتش يعني وكل ما اني اسال طب هسوي امتى وكده يقولوا مره في اول السنه قبل لما ت... لما اللائحه التنفيذيه تنفذ ولغايه الان انا ومجموعه كبيره يعني طب انا بقول لحضرتك يا استاذه يعني ناهد إيه؟ انا قلت لحضرتك يا استاذه ناهد كنت ارفعي دعوه في القضاء الاداري كان زمانك خدت حكم ارفعي دعوه أ... تعملي طاعتن. اعملي طعن اعملي طعن على القرار السلبي بعدم التسويه طعن في القضاء الاداري القضاء الاداري اه تعملي طعن وان شاء الله المحكمه هتحكم لك بالتسويه ولو في حالات مثل عندك هاتيها وقدميها للمحكمه يعني في لو حالات في ناس. في اماكن ثانيه يعني مثلا مديريه الصحه احنا تبع الهيئه العامه ومديريه الصحه فيها سو خلاص يا فندم سو بحكم ولا سو بايه لا سووا عادي جالهم في اول السنه في اول شهر سبعة السنه اللي فاتت وسووا عادي كده يعني انا هقول لك أي, اي حاجه انا هريحك أي. انت حضرتك تبع القاهره ولا تبع ايه لا تبع البحيره ده منهور. يبقى محكمه القضاء الاداري اللي عندك المختصه تقريبا طنطا ما في قضاء اداري في البحيره ولا بس اعتقد ممكن. ايوه في ايوه في قضاء إداري في البحيره ايوه أي. هتروح لسكرتير جلسه محكمة القضاء أوه. الإداري المحكمة الإدارية ويقولوا له عندك أيه. حكم تسويات اسمع كلامي هيقول لك أيه. والله عندي قولوا له طب ممكن صورة من الحكم هيديك صورة من الحكم هتروح لأحد السادة الزم... الزملاء المحامين هيعمل لك طعن بالتسوية بالتسوية وإن شاء الله تاخدوا حكم يبقى أنت كسبت عصفورين بحجر واحد هم سووا سووا ما سووش يبقى أنت تاخدي إيه ترفع دعوة حب. بالتسوية وتاخدوا حكم إن شاء الله م. أشكرك يا شكرا. أستاذة شكرا. شكرا. شكرا شكرا لله القول الثاني زي ما احنا قلنا هو قول الكوفيون الذين يجيزون نسخ القرآن بالسنه هتيجي تقول لي ازاي القرآن ينسخ بالسنه؟ اقول لك والله ده قول وبعد كده انت مستغرب ليه؟ السنه قد تكون موضحه ومفسره السنه لها مكانه مكانه عظيمه في الاسلام هو لما ربنا قال في القرآن واقيموا الصلاه ما وضحش كيفية إقامة الصلاة وأتم الحج والعمرة لله ما وضحش لكن النبي جاء خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فهنا السنة قد تفسر وقد توضح وكذلك زي ما قلت لحضراتكم السنة قد تنشئ حكما لم يأتي هذا الحكم في القرآن مثل الجدة وميراث الجدة فما نستغربش اللي ممكن تكون السنة نسخت الآية ده قول القول الثالث أن الآية محكمة لم تنسخ وده قول كثير من العلماء المعاصرين أن القول الآية لم تنسخ وده قول محمد رشيد رضا والإمام الذهبي قال بغي أن الآية غير منسوخة وقال بل بالعكس دي ايات المواريث تؤكد لان الايه بتاعت المواريث او في آيات المواريث في اواخر ايات كده الاحكام بتاعت المواريث بعد الانصبه الثلث والربع يقول لك من بعد وصيه يوصي بها او دين او من بعد وصيه يوصى بها او دين فهو بعده ايه اقر وجود الوصيه والايه بتاعت الوصيه كتب عليكم اذا حضر احدكم طب نشوف الاستاذ احمد ونكمل القول الثالث اللي هو قال آية الايه مش منسوخه اهلا يا استاذ احمد السلام عليكم يا سياده المستشار اهلا بيك يا استاذ احمد سعادتك انا كنت باني بيت من 2010 تمام وركبت للمرافق عن طريق الوحده المحليه البيت ده فين حضرتك في محافظه الفيوم اهلا وسهلا باهلنا في الفيوم في الفيوم وطبعا بنيته من 2010 وجبت جواب من الوحده المحليه وتوصيل المرافق وصلت مية ونور تمام وبعدين ربنا ييسر الامر عندي ربنا يبارك لك اربع اولاد قلت الله يبارك لك فيهم الله يرفع قدرك ويرفع جزاك الله خير يا استاذ المستشار اتفضل يا انا راجل موظف على قد حالي قلت ابني لكل عيل شقه بدل الايجار ربنا يعينك ويقويك يا رب ويوفقك فطبعا انا طبقت السقف الثالث العلوي وعملت عمدان والرابع الفندي بتاع الوحده عمل لي محضر عمل لك محضر امتى؟ محضر شاب صبت السقف الثالث العلوي تكلفة 6000 جنيه وعمدة وسقف الرابع برضه تكلفة 6000 جنيه المساحة 100 متر طب أنت صبتهم امتى؟ أنا صبتهم يعني قبل رمضان يعني السنة دي؟ أيوه السنة دي وأنت ما صبتهم من غير رخصة؟ ايوه صحيح لأن عندكم مفيش مباني برخصة. ايوه مفيش رخصة. طيب أنت هتعمل أنت بتسأل على إيه بقى؟ دلوقتي المحاضر راحت المركز ومن المركز للمحكمة. وهتاخد سنة حبس والإزالة. لا إله إلا الله. فأنت تعمل إيه بقى؟ أيوه اتفضل. المحامي بتاع حضرتك يطلب ندب خبير. ندب خبير؟ آه. أيوه اتفضل. وينزل الخبير يعين يشوف بقى المساحه اللي هي مبني عليها دي او مساحه الدور هتتكلف 6000 ولا مش هتتكلف 6000 ايوه هجيب لك بقى من الاخر فضل. لو المساحه اختلفت ولا حاجه القاضي ممكن يديك غرامه ايوه وان شاء الله توصل على الغرامه تدفع الغرامه ويبقى كده يعني اخف الاضرار واقول لك المحامي قال لي هتدفع مش لي التكاليف ممكن وفي ناس بتدي ثلاثه امثال التكاليف وانت <applause> لما تيجي تحسب مثلا التكاليف وثلاثه امثال التكاليف في جميع الاحوال احسن من الازاله. طبعا ايوه ايوه وفي نفس الوقت خلي ولادك بقى يشتركوا معاك واعملوا جمعيات وسددوا. يعني ما فيهاش مخرج. لا انا بكلمك بمنتهى الأذانة. ايوه بارك بمنتهى لأ. الوضوح. اللي يقول لك فيها مخرج هيضحك كنت عليك. كنت انا واخد جواب من الواحده ان المنزل داخل كتله سكنيه وغير مخالف. خلاص ما هو ما بيقولكش بص في فرق بين أيه. المنزل غير مخالف؟ هو ما عملكش محضر بالاربع ادوار ولا بالثلاث ادوار، ده هو عملك أيه. محضر بدور او بدورين اللي إن انت لسه بانيهم. فقال أيه انت باني من دول رخصه. لكن هو ما, بي ما بينزعكش في المسجد في المنزل موجود على ارض زراعيه ولا على ارض لا المحضر ما بيقولش كده بيقول انت بنيت بدون رخصه. صحيح ايوه بس كده وربنا يوفقك ان شاء الله. نشوف بقى القول الثالث. القول الثالث ونأجل بقى شوية الاتصالات عشان الموضوع ده مهم أو موضوع الوصية ده القول الثالث إن الآية غير منسوخة وأنها آية محكمة ولكنها جاءت ولكنها جاءت في من لم يرث من الوالدين والأقربين بمعنى ممكن واحد يوصي والده والدي انا بوصلك بالعمارة اللي في شارع احمد عرابي خلاص وبعد كده حصل خلاف والاب بيزق ابنه راح مموته فالاب هنا قتل ابنه طيب هو القاتل بياخد في الميراث لا ده من موانع الارث القتل بس كان الابن موصي ابوه بالعمارة نقول له ما تاخدش بالوصيه لا هنا لا ينطبق عليه اللي هو ما ياخدش بالوصية لأن هو الأب هنا مش وارث يبقى هياخد بالوصية أديك مثال تاني جميل واحد متزوج غير مسلمة ويوصى ليها بشيء لو هو مات على الحالة دي وجواز غير المسلمة جائز وحلال أو كان أبوه مش مسلم راجل كده اسلم وقعد يقنع اهله بالاسلام قالوا له لا يا ابني مش هنسلم انا عندي حاله دكتوره فيرا رادوفيتش تزوجت احد اصدقائنا واهلها مش مسلمين وبتدعوهم وبتتقلب اليهم تدعوهم الى الاسلام الدكتوره فيرا رادوفيتش لو وصت لوالدها بحاجه الدليل على الوصيه هنا الايه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين مكتوب كده الايه بتقول كده وهي مسلمه ومؤمنه فهتنفذ الوصيه توصي والدها الوالد هنا غير وارث يبقى اذا الدليل على انها وصيتها صحيحه هذه الايه فاذا كانت منسوخه اذا هنعمل بيها ده القول الثالث القول الرابع وهو قول الشيخ ابن عثيمين عضو هيئه كبار العلماء وعلم من أعلام الإفتاء في المملكة السعودية بأن الآية غير منسوخة. وهذا قول الإمام الطبري. ولكنها في سبيل يعني بيعمل بها على سبيل العام والخاص. فآيات الوصية عام كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عن المتقين عام وهذا العام خصص بآيات المواريث يبقى آيات المواريث جت خصصت العام يعني ايه؟ يعني الوالدين هندوهم ميراث وبالتالي خلاص مش هعمل بشأن الوصية في الموضوع ده مش هعمل بيها خلاص قانون الوصية بقى لما صدر الناس طعنت عليه بعدم الدستورية الأيام دي لأن في واحد موصل ابنه بثلاث شقق في عمارة وهو هيورث منه فراحوا اخواته رفعوا دعوه ودي القضية دي موجودة في محكمة مدينة نصر مدني مدينة نصر رفعوا دعوة واثناء نظر الدعوة دفعوا بعدم دستورية نص المادة 37 من القانون 71 لسنة 46 باعتبار ان هذا القانون في نص المادة 37 يخالف قول الجمهور بانه لا وصية لوارث راحت المحكمة الدستورية حكمت بايه؟ حكمت المحكمة الدستورية برفض الدعوة او عدم قبول الدعوة ليه؟ قال لك لأن مراقبة دستورية القوانين التي هي إحدى مسؤوليات وإحدى وظائف وإحدى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا تكون في شأن الوقائع التي أبرمت في ظل قانون المحكمة الدستورية أو بعد إنشاء المحكمة الدستورية، فمراقبتها للقوانين تكون في في القوانين التي جاءت في ظل وجود المحكمة الدستورية. والدستور بتاع 71 جه سنة 71 وقانون الوصية سنة 46 وبالتالي لا تنصرف الرقابه الدستوريه على القوانين التي اقرت قبل دستور 71، وقعوا الناس في ورطه. طبعا الناس بيكلموني علشان نختم الحلقه وبيني وبينكم لسه ما قلناش حاجات كتير، بس ناجلها بقى المره الجايه واحنا بنتكلم على الوصيه الواجبه الجميله. الوصيه الواجبه شوف بقى رغم ان الوصيه دي الجمهور قال بيها وقوله ضعيف جدا خد بيها لكن الوصيه الواجبه نفس الكلام الجمهور قال ما فيش حاجه اسمها وصيه واجبه ولكن قول بعض الفقهاء قال بالوصيه الواجبه ولكنني اميل الى الوصيه الواجبه هقول لكم ليه وايه هي الاسباب بتاعت الوصيه الواجبه بس اوعوا تنسوا النهارده اللي رغم ان هناك من يقول بان الوصيه للوارث جائزه القول الصحيح هو قول الجمهور بانه لا وصيه لوارث وبنوفق بين المسالتين وبين القولين ونشوف بقى موضوع الوسائل الواجبة الحلقة القادمة دمتم في امان الله وفي انتظاركم ان شاء الله يوم الثلاثاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته